أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في قلوبهم من غل، صدورهم ما في صدورهم من غل. يقول: ما هو المقصود بالغل؟ وهل هذا خاص بفئة من أهل الجنة؟ الغل لا، هذا عام لأهل الجنة، عام لأهل الجنة. والغل معناه الحقد والبغضاء، لا يحقد بعضهم على بعض، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يبغض بعضهم بعضا كما في الدنيا. نعم.